السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في همس عام 2005، لكن قبل لا نبدأ القصة، تذكرون قصة الفتاتين السوريات اللي تم خطفهم في ريف حمص؟ وأنا سبق أني ذكرتها، قصة الشبيح رئيس العصابة شجاع العلي اللي ما حد قادر عليه، واللي خطف البنتين اللي اسمهم بتول ويطالب الفدية وقطع إصبع واحدة فيهم. الحمد لله فضل رب العالمين، قبل 3 أيام رجعوا لأهاليهم بعد ما دفعوا 10,000 دولار تقريبا. أما الموضوع الثاني الأكثر تداولا في الكويت، موضوع اختفاء مبارك الرشيدي اللي سبق أني ذكرت فيه قصة. قبل أيام تم العثور على الجثة، وأنا سبق أني ذكرت خبر العثور على الجثة لكن عن طريق تويتر، تأخرت في اليوتيوب صراحة، وشفت أن الكثير صار يتكلم في الموضوع فتركته. لكن طلب من كثير من المتابعين أذكر إيش اللي حصل باختصار. الله يرحمه مبارك الرشيدي رايح للعزبة، عنده عزبة شراكة هو واحد من أصدقائه اسمه حسن. يوم دخل العزبة لقى حسن جالس في جلسة تعاطي مع صديق له مصري الجنسية، فتشاجر مبارك مع حسن على هالموضوع، ما يرضى ورافض هالأمر هذا، فصار شد بالكلام، تطور الموضوع، قام حسن بضرب مبارك بقطعة حديدية وتوفى. فطلب حسن من صديقه المصري انه ياخذ جثة مبارك ويخبيها. وين يخبيها؟ يخبيها في بر السالمي بعيد جدا عن موقع الجريمة. هناك عندهم مثل العزبة فيها كونتينر، لكن ما هو كونتينر نفس اللي موجود في المواني، لا، هذا كونتينر على شكل ثلاجة. لذلك لما خبى الجثة داخل هالثلاجة، هذه الكونتينر شكل ثلاجة، كان من المستحيل أن تنبعث منها الرائحة الكريهة، لأن تعرفون الثلاجات محكمة الغلق. وهرب المصري خارج الكويت. رجال الأمن بعد فترة استطاعوا أن يكتشفون وجود اتصالات بين المتهم، يعني سابقة بين المتهم وبين رقم يعود لشاب مصري، دوروا عليه ولا هذا مسافر. في نفس اليوم انطلق الفريق الأمني الكويتي إلى مصر بالتعاون مع السلطات الأمنية المصرية، وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه. اعترف على طول بالقصة وقال فعلا أنا خبيته في كونتينر في منطقة بر السالمي، وعطاهم الموضوع بالكامل. قاموا الفريق الأمني واتصلوا على الفريق الآخر الموجود يعني داخل الكويت المحلي، وراحوا للموقع اللي أرشد عنه المتهم المصري، وفعلا اعثروا على جثة المفقود مبارك الرشيدي اللي الآن أصبح له تقريبا 3 شهور، يعني من قبل شهر رمضان. فتم الآن إحالة المتهم اللي هو حسن للمحاكمة بتهمة القتل العمد، وجاري أيضا تسليم المتهم المصري المشارك في الجريمة للكويت. يعني إلى الآن الإجراءات تعرفون طول بين الدول. أما قصة الليلة عن شاب اسمه سمير، اسمع هالسالفة واستمتع. سمير هذا في 2005 راح للكويت يعمل، عنده فيزة عمل واشتغل وأموره طيبة، وعنده هنا أصلا أقارب له، وكانت الحياة جدا سعيدة معاه وأموره ممتاز الممتاز. في 2010 رجع إلى سوريا إلى حمص، يبي يسلم على أهله وجماعته ويبي يجهز نفسه للزواج. فصاروا كل اللي يعرفونه من أقارب وأصدقاء يجون يسلمون عليه ويتحمدونه بالسلامة. بعد 2-3 أيام افتقد واحد من أصدقائه، وهذا من أعز الأصدقاء عند سمير، اسمه أمجد. سمير قال يعني معقولة أمجد ما يجي يسلم علي؟ العالم كله القريب والبعيد يجيني إلا أمجد؟ يمكن في شيء، بعذرة. بعد أيام راح بنفسه إلى بيت أمجد،
طبعا بيتهم ما هو قريب يعني منه، ما هو بنفس الحي أو الحارة، لكن في منطقة ثانية قريبة منه. راح وضرب الباب أو يطلع لأبو أمجد. هلا يا عم، مرحبا، كيف الحال؟ هلا حياك الله، هلا يا ابني. قال يا عمي ما عرفتني، أنا سمير صديق وليدك أمجد. قال لا تجيب لي سيرة أمجد على لسانك، هذا لا هو ولدي ولا عرفه ولا يعرفني، أنا متبري منه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يا عمي؟ اهدى شوي وكذا. قال لا تجيب لي سيرته هذا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، الولد العاقل اللي ما يستحي، احنا ما قصرنا معاه ودفعنا له وعطيناه، وكنا نتأمل ان لما نكبر في العمر نلقى واحد يشيلنا بعد هالكبر السن. سمير انصدم، يعني معقولة الحج يتكلم عن ولدها أمجد؟ أمجد صديقي، أمجد الشاب المحترم اللي كله مرجلة وكله شهامة، يسوي كذي في أبوه؟ لما هدى الشايب شوي قالها يا عمي أنا آسف وما حبيت يعني أزعلك وأضايقك، لكن فهمني عمي أمجد وين يعني، وين راح؟ قال أنت ما تدري، أنت مو تقول إنك تشتغل في الكويت؟ قال إيه، أنا توني جاي من الكويت. قال أمجد موجود عندك هناك في الكويت من 2005. قال شنو يعني الآن صار له 5 سنوات هناك؟ قال إيه نعم. قال يا عمي أنا هناك صار لي 5 سنوات، مو معقولة أمجد لا زارني هناك ولا اتصل علي ولا بلغني ولا وصل لي خبر أصلا. وترى إحنا في الكويت يعني خصوصا أهل حمص وحلب وكذا يتجمعون مرات ويعرفون بعض، يعني معقولة 5 سنوات ولا شفته حتى لو بالصدفة؟ قال لي نعم روح، إذا هو أصلا تنكر لأمه وأبوه تبيه يشوفك يعرف أصدقاء هذا اللي ما يستحي، حتى زوجته تركها بدون مصروف ولا حتى اتصال، ورفعت عليه قضية وطلقته في المحكمة بسبب الغياب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمجد إيش في هذا؟ قال زين عمي عندك يعني رقمه شيء اتصل عليه، تعرف مكانه في الكويت وين يعمل وين يشتغل؟ قال لا لا يا حبيب لا، انا لو عندي كان عرفت اتفاهم معه الحقير، هو راح وانقطعت اخباره، والله لا يرد اللي ما يستحي. قال زين عمي زين وزوجته ليش يعني؟ قال ما كان يرد عليها لمده اكثر من سنه ونصف، وهي تحاول تتواصل معاه بدون فائدة، وبعدين رفعت قضية طلاق وفعلا تم تطبيقها غيابيا يعني بدون حضور، خلاص غايب صار له أكثر من 3 سنوات وعطوه الحكم. قال زين عمي ممكن تدليني بس وين بيت زوجته وين بيت أهلها؟ بروح أسألها يعني يمكن تعرف رقم تليفونه في الكويت أو تعرف شنو يشتغل عند منو أو سبق أن تواصل معها يعني. قال روح لهم موجودين في المنطقة الفلانية وعطاها العنوان. مشكور يا عمي وأنا آسف، توكل على الله. سمير مصدوم، أمجد فيه الحين؟ هو يوده يتواصل مع أمجد، موجود في الكويت، وين في الكويت وين كذا؟ رغم أن سمير قبل الله يروح يسافر كان معطي أمجد أرقام هواتفه يعني عمامة وأقارب اللي موجودين في الكويت، قال إذا حبيت تتواصل معاي ولا شيء اتصل علي، وإذا حبيت تجي تشتغل مثلا. لكن ما أبدا ما تواصل معاه. المهم راح البيت أهل زوجة أمجد نوال، طرب الباب ويطلع أبو نوال. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام، تفضل، هلا يا ابني. قال عمي أنا سمير وصديق أمجد زوج بنتك نوال. قال لا تجيب سيرته، هذا الحقير مش رجال، ما يستحي، ما عنده ناموس، ما أدري شو، ويسب فيه سب، هذا بيترك بنت الناس بدون مصروف بدون اتصال بدون كذا، خلاص الموضوع هذا انتهى واحنا اخذنا طلاق وبنتنا الان عندنا وخلاص وما نبي نسمع سيرته. قال والله يا عمي يعني حتى ابوه يقول نفس الكلام، وانا مستغرب، انا اصلا عايش في الكويت واشتغل هناك وامجد يعني انا ما شفته،
فأبي أتواصل معاه علشان أعرف شنو قصته وليش يسوي هالمشاكل هذه. فممكن أكلم نوال؟ قال نوال عايشة في بيت أخوها. وين؟ قال والله يا ولدي أنا رجال كبير وإحنا عايشين بهالريف وعندنا هالزريعات يعني إحنا أنا ما عندنا مشاوير وروح جاي ما أدل. والله يا ولدي أولدي وبنتي نوال يزورونا كل فترة وفترة لكن أنا أعرف أنهم في المنطقة الفلانية. وين؟ والله أنا ما أدري. تبين يعطيهم خبر لما يجون وكذا؟ زين يا عمي عندك تليفون؟ قال لا والله أنا لا عندي تليفون ولا عندي تليفون في البيت يعني ولا أستخدم يعني. هو يجينا ولدي يزورنا بنت تزورنا أعطيهم خبر وأبلغ. قال أي والله هذا رقم تليفون عندي أنا. عمي إذا جاء ولدك ولا بنتك نوال عطهم رقم تليفون يتواصلوا معي. قال إن شاء الله. وهو طالع قاعد يمشي يعني طالع شوي من الحارة اللي فيها بيت أبو نوال ولا واحدة تركض وراه. قالت له لو سمحت لو سمحت. ويلتفت عليها مصدوم قال لها آمل يا أختي. قالت له أنت تسأل عن نوال؟ قال لها إيه. قالت نوال ساكنة عند أخوها في المنطقة الفلانية الشارع الفلاني العمارة الفلانية الشقة الفلانية. أنا ما عرفتك أنت منو. قالت أنا زوجة أخوها اللي ساكنة في بيت الأب نفسه وأنا بعطيك العنوان عشان تروح وتشوفها بس خبرني ليش أنت تدور عليها ليش. قال لا لا أنا صديق زوجها وزوجها مختفي ونبي نعرف وينها شلون نوصل له وكذا. قالت لا أوكي. مشت هذيك الدور السوالف وشافت إنه في أحد يدور على نوال وظهر إنه في مصيبة وهي تكره نوال وقالت هذه فرصة خليني أعطيه العنوان يروح لهم هناك تدور المشاكل. وهذا فعلا ويروح إلى بيت أخو نوال ضرب الباب وتطلع لنوال أهلين يا مرحبا وكذا. قال عرفتي؟ قالت لا أعرفك أنت سمير. أهلين وحمد الله على السلامة واللي عارف أن أنت في الكويت وكذا وكذا وشلون أمجد؟ قال لها أمجد؟ أنا جاي أسألك عن أمجد. قالت أنا والله انقطعت أخبار عنه وأنا خلاص يعني اللي بيني وبينه انتهى وأنا طلبت الطلاق وتطلقت وخلاص فما أبي منه شيء ولا أبي أسمع سيرته. قال لها يا نوال أنا بسألك سؤال بس لا أبوه شايفه ولا أبوك أنت شافه ولا أنت اللي شفتي زين شو أعرفكم يمكن في شيء رجال يمكن. قالت والله شوف إذا هو رجل مش قد المسؤولية أنا ما بنتظر طول عمري وأنا لساتني صغيرة وبدي أعيش حياتي ومن هالموضوع هذا. زين عندك أرقام؟ قالت لا والله أبدا كان معطيني رقم تليفون في الكويت وكل ما اتصل يقول هذا أصلا يعني مش صحيح الرقم وهو لا اتصل ولا تواصل معانا وأنا خلاص. بعدين رفعت قضية والمحامي بطريقته قدر إنه يحصل لي على الطلاق. قال لها زين ماشي تبين شيء محتاجة شيء ترى؟ قالت لها مشكور ويعطيك العافية. رجع هذا سمير يفكر يعني معقولة أمجد موجود في الكويت؟ معقولة أمجد يعني هو ما يبي أسرته ما يبي زوجته؟ شنو ليش شو صاير عليه يعني ليش هربان من العالم كله يعني حتى مني أنا؟ لا الموضوع فيه شيء غلط يعني. فبلغ واحد من إخوانه في سوريا وله علاقات وكذا قال يا أخي أنا بتأكد بس هذا أمجد هل فعلا مسافر للكويت يعني يشتغل في الكويت؟ أخاف مسافر إلى دولة ثانية. فيبين عندكم يعني في المراكز الحدودية إذا طلع مثلا من سوريا متوجه وين؟ قال إيه يبين يبين إذا وصل للمطار الفلاني وكذا يبين. قال لا الله يخليك شوف لي إياه شوف لي رايح أي دولة هذا. أخاف مو رايح للكويت أخاف رايح يعني دولة أخرى ومخبي عليهم هربان منهم. قال أشيك لك. بعد يومين ثلاثة ويشوف أخوه سمير. قال يا سمير
أنت متأكد أن أمجد مسافر؟ قال شنو؟ قال أنت متأكد أنه مسافر؟ تقول لي شوف أي دولة، هو أصلا ما طلع من سوريا. قال متأكد أنت؟ قال أي والله الجهاز بيكذب يعني، ما طلع من سوريا؟ يعني أمجد موجود داخل سوريا؟ لا أمجد في شيء، والله في شيء. ويروح على طول إلى أبو أمجد، أول ما شافه نعم هلا ولدي، والله ترى يعني أنت بتذكرني بالكلب، وأنا صراحة يعني كرهت سيرته، الله يخليك لا عاد تجي الزور. قال يا عمي قول له الله اذكر الله شوي. عمي أمجد أنت متأكد أنه سافر للكويت؟ قال إيه نعم سافر وكذا. قال أنت إيش دراك يعني، شفته وصلت المطار؟ قال لا طلع من عندنا هني وخذ أغراضه والجواز وأموره كاملة ومعها أوراق الرسمية وكذا، وراح مر بيت أهل عفوا مر زوجته عند أخوها، لأنها كانت زعلانة رايحة في بيت أهلها، وبعدين سكنت عند أخوها، وهو يعني على بنا راح يسلم عليه ويمشي يسافر. قال له يعني أنت ما شفته مسافر، اتصل عليك من برا، أحد يعني شافه هنا؟ قال له لا لا أبدا، طلع من عندنا وراح. قال له يا عمي أنا أخوي شيك لي وله علاقات وكذا، وأنا كنت أدور أبي أعرف هو رايح أي دولة، تبين أن أمجد أصلا ما طلع برا سوريا. أبوه قال له شنو؟ قال له والله يا عمي، وبعدين ترى أمجد يعني شاب محترم جدا، انا ما اعتقد انه يتخلى عن امه وابوه ويتخلى عن زوجته ويتخلى. امجد اخاف حصل علي شيء يا عمي. الابو تو يستوعب، قال ها معقوله انا صار لي 5 سنوات ادعي عليه وابكي مرات من الحزن والضيقه وافكر ان ولدي تخلى عنه وانغرب الدنيا مثلا، ولدي موجود في سوريا ويمكن حاصل علي شيء. انجن الأبو أو ياخذ سمير صاحب ولد أمجد ويروحون إلى المدعي العام عندهم ويبلغونه في القضية بالكامل شلون حصلت. توجههم بكتاب إلى مركز الشرطة، سجلوا قضية تغيب وفعلا استعلموا ولا هو فعلا في الكويت يعني في سوريا، ما طلع راح للكويت ولا في أي تحركات له، لا هو اللي مسجون، لا هو داخل مستشفى، لا مثلا عنده تجديد للإثباتات الرسمية، لا يعني أبدا ما له تحرك داخل سوريا. وين راح الرجل ما يدرون. سجل قضية تغيب وراحت القضية إلى قاضي التحقيق عندهم، بدأ يقرأ الملف القضية وكذا، واكتشف أن زوجته ماخذ عليها حكم الطلاق غريبة، والشاب هذا كان من المفترض انه يسافر للكويت وكانت معاه فيزا وعنده مجموعة من الاموال، يمكن احد تعرض له، يمكن احد سرقه وقتله، يعني اكثر من احتمال. بدأ القاضي بالتحقيق، اول ما استدعى الاب واستدعى صديق اللي يبحث عنه سمير، قال انت سمير يعني غريب، يعني شنو الاهتمام المفاجئ اللي جاك على أمجد؟ توك جاي من الكويت وتبدأ تسأل عن أمجد وحاس إنه هو رايح بيت أبوه، هو رايح بيت أبو زوجته، وبعدين رايح عند زوجته تسأل وجاي تستعلم وأخوك إيش قصتك أنت؟ قال لا والله أبدا، هو صديقي ومحترم وأنا جيت أسلم عليه وسمعت الكلام من أبوه، هذا اللي صدمني يعني. قال ها أنت متى سافرت للكويت؟ قال أنا كذلك في 2005. قال يعني قريب مثل الوقت اللي كان بيسافر فيه أمجد؟ قال لا أنا قبله، أمجد بعد يعني كم شهر على كلام أبوه إنه يبي يسافر للكويت. المهم أطلق صراحة، شاف إنه ما عنده شيء. الأب يسأل أبوه وكذا، قال لا أبدا، آخر مرة شفته ولدي لما خذ شنطته وأوراقه الرسمية وقال بمر على أهل زوجتي يدور عليها يعني يسلم عليها، يبي راضيها لأن هي زعلانة حردانة عند أهله، وبعدين بيسافر. استدعى أبو نوال واستدعى
نوال. راحوا حق أبو نوال قالوا له يبا تعال مطلوب التحقيق وجيب بنتك. قال والله يا ابن حلال بنتي أنا ما أدل وين يعني ساكنين وكذا، ولدي إن شاء الله يعني يجي زورنا ويشوف عسى ما شون في. قال تعال تعال أنت الحين. فجابوا أبو نوال التحقيق. القاضي سأل وين نوال؟ قال والله الحج أصلا ما يعرف وين نوال، ساكنة بيت أخوها وهو ما يعرف عنوانهم، لكن يزورونه كل يومين ثلاثة يزورونه، وهذا ما يعرف لا عنوان ولا يعرف تليفون ولا يعرف. قال ماشي. سأله قال يا حجي متى آخر مرة شفت أمجد؟ قال أمجد أنا ما شفته، أمجد جاء يزورنا في 2005 في شهر تقريبا ما أدري كذا، وجاي يسأل عن نوال، وأنا قلت له أن نوال أصلا ساكنة عند أخوها، وهو سأل وعرف وين العنوان وراح لهم يعني، بس هذا اللي آخر مرة يعني شفته فيه أمجد. وبعدين بنتي بدأت تشتكي أن أمجد ما يرد على اتصالاتها، تحاول تتواصل معاه بعد سنة ونصف طلبت الطلاق وسجلت قضية طلاق اللي هو يسمونه غيابي، بعد 3 سنوات تم إصدار الحكم وخلاص بنتي تطلقت منه وإحنا ما نبي منه شيء. قال ماشي. وين بنتك نوال؟ قال يا عمي والله أنا ما أدل وين مكانها يعني، لكن ساكنة في بيت ولدي في المنطقة الفلانية، لكن وين بالضبط أنا ما أعرف. قال ماشي. يوم حققوا مع سمير، سمير قال أنا أدل بيت أخو نوال، أدله في المكان الفلاني. قال له حلو تعال. وياخذ القاضي سمير ومعاه فريق الأمني ويروحون إلى بيت نوال أو بيت أخو نوال. طبعا القاضي ليش انتقل إلى بيت نوال مع سمير مدام متأكد أن عنوانها المكان الفلاني؟ يبي يفاجئها بالأسئلة، يعني يبي يصدمها، ما يبي يرسل لها الأمن مثلا على ما توصل عنده تفكر بطريقة أو تفكر يعني أنه تعطيه معلومات لا، قال أنا بروح أفاجئها، يبي يشوف، لأن الآن أصبحت نوال هي المشتبه الرئيسي باختفاء أمجد. قال له أمشي معي تعال. ويروحون ويضربون باب وتطلع نوال. قال لها معاك قاضي التحقيق ونبي نسألك كم سؤال. قالت تفضل. قال لها متى آخر مرة شفتي فيه أمجد؟ قالت ها أمجد أنا الآن ما بيني وبين الشيء يعني، وأنا شو خصني فيه وأنا الآن مطلقة وأنا كذا. قال لها ندري نسألك بس متى آخر مرة شفتي؟ قالت من 5 سنوات 2005 لما جاء يسافر رايح يشتغل في الكويت. قال لها ممتاز. لما جاء عندك أمجد شنو صار الحديث بينك وبينه؟ قالت لا كان يحاول إنه يراضيني وأنا كنت زعلانة بيت أهلي وانتقلت إلى بيت أخوي وهو جاي يراضيني قبل لا يسافر وكذا. وقالها زين وأنت الحين ساكنة في بيت أخوك؟ قالت نعم. وين أخوك؟ قالت برا أخوي سامي. قالها زين وبعدين وش اللي صار؟ قالت لا بس يعني وطلع من البيت. قالت أبدا يعني ما صار بيني وبينه شيء، أنا ما اتفقت فيها وكنت زعلان ومش راضي أصلا على سفرته وخلاص، وهو من راح انقطعت أخباره وأنا طلبت الطلاق وتطلقت وانتهى الموضوع. القاضي يقول لها أنا أسألك أسئلة محددة لا تشرحي لي أكثر وكذا، لأنه هو كل ماله وبدأ يشك في نوال وكلامها الغريب. قالها زين أخوك سامي ما التقى في أمجد لما جاء يزوركم هني؟ قالت ها اي امبلا التقى فيه، لكن التقى فيه برا البيت، يعني هو طالع أمجد سامي التقى فيه برا البيت. قال لها يعني شمعنا مركزة على موضوع برا البيت يعني؟ قالت لا هو سامي ما كان موجود لما احنا كنت اتفاهم انا وامجد وشافه وهو برا البيت وتكلموا عن الموضوع وانت ليش مزعل اختي وليش كذا وليش كذا. قالوا انت كنت طالعة يعني برا، شلون سمعت الكلام اللي حصل بينهم؟ هل انت طلعتي برا يعني؟ كلامها
يعني فيه شيء غريب، يعني القاضي حس ان هي صايره تركز على موضوع ان اللقاء اللي صار بين امجد وسامي كان خارج البيت، فحس القاضي ان داخل البيت في شيء مريب، يعني كانها تبعد الشبهة عن داخل البيت. قال ها ماشي ماشي ماشي. وين سامي؟ قالت جاي الحين بالطريق. المهم اول ما جاء سامي ويحقق معاه القاضي، وكانوا كانهم متفقين من اول، لان نفس الكلام اللي قالته نوال، انا التقيت فيه برا البيت وانا برا البيت وكذا مره يعيد برا البيت. قال ماشي. اليوم الثاني رجع لهم القاضي، قاضي التحقيق، ومعاه فريق امني من الادله الجنائيه، ومعاه كتاب اذن بتفتيش البيت بالكامل. استغرب سامي، قال ليش وكذا وش صاير؟ قال والله احنا نبي نفتش البيت، في شيء يعني عندك مانع، في اعتراض، يعني خايف من شيء؟ قال لا لا ابدا. وقال ماشي. فالقاضي صار يتجول في البيت، يتجول وكذا، وعندهم هم شقة أرضية في عمارة، وعندهم مثل الحديقة الصغيرة في البيت في نفس البلكونة، وفيها حديقة زارعين فيها كم شجرة وفيها نافورة، ويطالع القاضي البيت وكذا، ويسأل سامي سؤال. قال له سامي انت شنو تشتغل؟ قال انا اشتغل في الجبس والديكورات وكذا. قال النافورة الحلوة هذه من اللي عاملها؟ قال انا اللي عاملها. قال ها حلو. قال زين انت تشتغل في الديكورات وما عندك ذوق؟ قال شنو؟ قال يعني ما عندك ذوق ولا عندك حس فني يعني؟ قال ليش الكلام هذا يعني؟ وشو خصه في الموضوع يعني؟ قال لا لا سؤال بس يعني، يعني في واحد يفهم بالديكورات بيحط نافورة في هالمكان هذا؟ مكان يعني ما حدا بيشوفه، يعني ما منها فايدة هالنافورة، حاطها مكان ضيق ومخبيها، يعني ليش التعب هذا وليش مسوي نافورة يعني؟ فقال لا يعني لما بنيتها وخلصت وبعدين حسيت انه فعلا مكانها غلط. قاعد يضحك القاضي، التفت على فريق الأدلة الجنائية قال لهم كسروا النافورة واحفروا تحتها. ليش ليش وكذا؟ قال راح تعرف ليش الحين. ويبدأ الفريق كسروا النافورة ويحفرون، ولا هذه جثة أمجد. أهلا وسهلا، ويلقون القبض على سامي وأخته نوال. طبعا خلاص انكشفت السالفة، أهلهم للتحقيق، فرجع يحقق معاهم مرة ثانية. قال ها يا نوال تبين تعترفين ولا تبين تطولي معانا الموضوع؟ قالت لا والله بعترف وبقول لك كل شيء. الموضوع ما فيه ان امجد فعلا زارني في 2005 وقبل لا يسافر، وكانت معاه شنطته وأوراق وكذا، وكان يبي راضيني. فأثناء ما كنت أنا وياه نتكلم وصار شد بالكلام وأنا كنت زعلانة، دخل أخوي أمجد وشافنا في هالوضع وأن الأمر متوتر بيني وبينه، فصار شد بالكلام بين أمجد وبين أخوي سامي، وصار يعني مدت إيد وكذا. المهم طلع أمجد من البيت يركض، يعني بيهرب من أخوي، من إيد أخوي، فتزحلقت رجولة عند السلم عند الباب وضرب رأسه في الأرض وتوفى على طول. شنو؟ قالت نعم مثل ما أقولك، أخوي ما قتله، أخوي كان يركض وراه وهو أمجد على عجلة، يعني كان يحاول انه يطلع برا البيت، فزلق يعني على الارض وارتطم رأسه في الارض وتوفى على طول. فاحنا خفنا
وأنا وأخوي تصرفنا هالتصرف، أخذناه وحفرنا حفرة ودفناه، وأخوي بعدها يعني بأسابيع بنى النافورة بنفس المكان اللي دفننا فيه جثة أمجد. حقق مع أمجد ولا نفس الكلام، قال والله يا حضرة القاضي أنا ما كنت ناوي أقتله، وكنت أركض معه، كنت أبي أضربه يعني، لأن كنت مقهور منه أنه مزعل أختي وراميها الرمية هذه وعندي في البيت، وأنا كنت لسه يعني عامل الشقة، كنت مفكر أني أتزوج وأستقر، وهذا جاب لي المصيبة لبيتي، وكل بساطة يقول أنا بروح أسافر وبشتغل في الكويت وتارك مرته بلا مصروف بل كذا. المهم فيقول أنا كنت أبي أضربه، فعلا هو هرب مني وفجأة سقط بعد ما تزحلق يعني عند عتبة السلم اللي عند الباب، وارتطم رأسه في الأرض. ولما شفته أنه توفى أنا خفت أني أتورط بجريمة قتل، وش راح أقول حق أهله وهم عارفين أنه في مشكلة بينه وبين نوال، وأكيد راح يقولون أن أخوها هو اللي قتله عشان مزعل أخته، ويعني مستحيل أنه راح يصدقون أنه هو تزحلق وطاح على الأرض، مستحيل. فقلت أنا خلاص خليني أخبي الجثة، وفعلا خبيناها في هالمكان وبنيت فوقها النافورة. تقرير الطب الشرعي يؤكد أن وجود كسر في الجمجمة من الخلف لارتطامها بسطح صلب تفوق مساحته عن 30-40 سنتيمتر. يعني ليش؟ لأن الكدمة أو الضرب اللي جت للرأس من الخلف كانت كبيرة جدا يعني، فلا يمكن أن تسبب هالضربة هذه عصا أو حديدة أو يعني أداة صلبة تحمل باليد، ممكن تكون هي الأرض. وبعد ما تبين صحة أقوال نوال وأخوها سامي، تم الحكم على سامي بالسجن 3 سنوات، لأنه كان متسبب، نعترف بنفسه أنه هو اللي كان يركض وراه، والظاهر أمجد من خوفه أو هروبه تزحلقت قدمه واصطدم في الأرض. أما نوال تم الحكم عليها بالسجن 6 أشهر لأنها كانت مشاركة في إخفاء الجثة. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.